السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على كل اخواتي حبيبي اللي متابعني جوه مصر وبره مصر. مساء الورد عليكم. بالصلاة على النبي يا جماعة، كده اللي دمت امت الناس اللي طالبة مني كتاكيت يقولوا لي يا مملكة انت ما بتجيبش كتاكيت صغيرة، يا مملكة احنا عايزين نغوة نجيب كتاكيت حجازي، يا مملكة احنا عايزين كتاكيت. المهم بتطلبوا مني كتير كتاكيت، وكنت ما بقدرش اجيب كتاكيت صغيرة علشان الجو وكده، بس دمت حاجات ما شاء الله صحتهم حلوة، مستواهم جميل، اهو اهو حاجات روعة ما شاء الله، ربنا يبارك للجميع. فانا حبيت افرجكم برضو كل حاجة، وحاجات جميلة ومميزة على فكرة، وعظمها حلو على فكرة. الحاجة على الطبيعة احلى، وهم لسه صغيرين، لسه الكتكوت هيحلو عن كده كتير، ما شاء الله مستواهم جميل. منقار قصير اهو، شغل حلو، حاجات جميلة. كل الفراخ اهيت قدامكم، كل الكتاكيت قدامكم. الكتاكيت دي عمر 7 ايام، علشان الناس اللي بتقول لي يا اسلام احنا عايزين حاجة على قدنا، يا اسلام احنا عايزين كتاكيت حجازي بس صغيرة، علشان سعرها. المملكة بتاع الشقيانين اهو ما شاء الله، ربنا يبارك في الجميع. كلنا صنايعية، وكلنا عايزين حاجة جنب شغلنا، وكلنا بندور على أي حاجة تسند معانا. كلنا نفسنا نجيب دجاج حجازي، الكل عاوز يجيب دجاج حجازي مستوى عالي. فأنا حبيت أجيب لكم دمت مستواهم حلو، ولقيتهم حلوين يعني، وصحتهم حلوة، وصغير على قد الناس أهو، وسعره قليل، وصحتهم جميلة ما شاء الله. عفوا الصوت اللي جنبي ده يا جماعة، صوت العصافير والحمام والحاجة ديت اهو. دمت 10 كتاكيت امك ما شاء الله، بالصلاة على النبي، ربنا يبارك للجميع. حاجات حلوة ومميزة لو انتوا شايفين كده. ان شاء الله صحة حديث.